السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بلوك إبراهيم الأب ديال البنات اللي توفوا الله وليهم برحمة الله تعالى وبركاته، بلوك أرسيا وبلوك شيماء الله يغفر لهم ويرحمهم. أنا كان رضي عليهم في هذا اليوم الجمعة المباركة. غير كاين بعض الأقوال الإخوان، بعض الأقوال كاين اللي كيقول بعض الكلام لا أساس لها من الصحة، لأن الحمد لله بعد باش ما نساو كنشكروا السلطات المحلية اللي قاموا بالواجب ديالهم، الحمد لله وقفوا معنا وضلنا الاجراءات ديالنا والحمد لله. على كل حال حنا كان امنوا بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، يعني كاين تشريح ان شاء الله، حنا التشريح درنا باش نحيدوا الشك، ما كانت تهمو حتى شي واحد، لان كاين بعض الناس كيقولوا شي كلام لا اساس له من الصحه، يعني باش ما نبقاوش نغلطوا الناس. البنات الحمد لله ماتوا في الدار ديالهم وكنترحموا عليهم في هذا النهار الجمعه، وكنشكروا جميع الناس اللي وقفوا معنا في هذه المحنه هذه، وشكرا للجميع، وشكرا لساكنه اولاد التيمه، وشكرا للسلطات المحليه وجميع الناس اللي وقفوا معنا. لا الحمد لله البنية صغيرة لحسن الحظ بعد ما وقع عليها والو، الحمد لله في صحة جيدة هي والأم ديالها. إيوا الحمد لله حنا غادي نتبعوا التعليمات ديال إن شاء الله ديال السلطات المحلية إن شاء الله بحول الله، كما قلت لكم في السؤال الأول، وكنعاود نجدد لهم الرحمة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.